فجر اليوم كان موعدا لسريان قرار وزارة التجارة بتمييز الأسماك المستوردة من المحلية، والذي ألزم مستوردي الأسماك الإيرانية والباكستانية وغيرها بقطع جزء من الذيل لمعرفتها وتمييزها قبل دخولها السوق. قص الذيل بالنسبة لنا احنا ما نقدر نقص هنا، احنا ننقل الشيء إلى باكستان، الهند أو أماكن اللي يجينا سمك، والسمك الباكستاني معروف بالسوق. احنا اصلا ما نتداخل مع الايراني او الكويتي او هذا، هم لازم يروحون يشوفون الفاتوره اللي شاري باكستاني ها واللي شاري ايراني، كل واحد يجبرون الدكاكين اهل بسطات يقدم لهم الفاتوره بس، ولهذا لا يضر ولا ينفع. الباعة اشادوا بالفكره حمايه لهم وللمستهلك، لكن في الوقت ذاته طالبوا بتوعيه المستهلكين بالقرار الجديد وتشديد الرقابه على المتلاعبين. احسن قرار هذه، لان احنا نبيع ايراني زين، وجماعه اللي يبيعون باكستاني يقولون ايراني، فهذا اذا يطبق على اصوله يكون يعني لصالح العام، انا واللي مستهلك والاكيد يا ريت يطبق على اصوله، بس هذا ما راح تبين، يقدر يقول له هذا من قرقور من غيره من اي شيء، الذي يغش عند اسلوب الذي يغش الزبون، فاذا ينقص كامل زين ويعني تقولون تبين للناس ان هذا الموضوع كذا، لازم الباكستاني هندي ينقص كامل زين، والايراني على جنب. السمك نقصه من مصدره نفسه يبقى جاي مقصوص، اما هنا هيتقص. طب انا خليني مثلا كبايع في بتوع المكاتب باعوا قبل الحراج او كميه كبيره اتباعت قبل الحراج، هل انا بيع كويتي؟ هل انا مش مقصوص ابيع كويتي او محلي؟ فانا بتكلم في كده، لا احنا نقص. تمام مفيش مشكله، انا كمستهلك اما اشوف السمكه مقصوصه ده اعرف اللي هي مستورده، ده مش مقصوصه وهي مستورده، فانا بتكلم يتقص من محله نفسه، جاي من باكستان يجي ما نستلموش اللي هو مقصوص ديله، او جاي من ايران نستلمه مقصوص. وفي حين ان الرقابه الذاتيه هي الحد الفاصل في التلاعب ومكافحه الغش، تبقى تسهيل الاجراءات للاسماك المستورده وسهوله استيرادها امرا مساهما في انخفاض اسعار الاسماك بشكل ملحوظ.